بالكرة الماضية لتمر أخطر محاولات المنتهي من العناصر. ما استطيع العودة من خلاله بالنقاط الثلاث للنهايات السعيدة، ولذلك نامل الليلة بأن يكون العنابي بانتصار آخر، بفوز آخر، بنقاط ثلاث أخرى على صيد هذا المشوار والتصفيات. الكرة باليسار من الوقت لعناصر المنتخب الهندي من أجل أخذ الريحية، أخذ الجرأة على صيد اللاعب في أرضية ملعب اللقاء. لذلك لم يسمح لأن واصل عبر الجانب الأيمن، بيدرو بانطلاقة، بيدرو بمحاولة، بيدرو بمرور، ولكنها بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب في اللقطة المواجهة مع يوسينج. ما بينهما مويوسينج اللي قال اللقاء والحوار الماضي عادت أكرم في عملية الضغط. لاحظ المساندة تأتي بجانب الهيدوز، بعد ذلك الكرة تأتي وصلت لدى المخي، كان حاضرا في النسخة الماضية والتي يمر على افتتاح نسختها عاما كامل كما كان بالأمس الحديث. وكل المجموعة تضم الكويت وأفغانستان بجانب قطر والهند على صعيد لقاءات وعلى صعيد منتخبات هذه المجموعة. صافرة وقايت ليس هي إلا أيام ونحن على أبواب كأس أمم آسيا في الدوحة في نسختها القادمة. الكرة تلعب هندية بعد ذلك خاطئة، بدرو في التغطية، حاولت عملية ضغط، أكرم يأخذ كرة، أكرم يخطر الأيسر، بوسي باليسار، سميرة بعد ذلك خاطئة تعود لدى تدي، يا أكرم على مرور على مهارة في اللقطة الماضية لكنها لم تكتمل. لم تكدت إلى يقول لكرة أكرم عفيف في الماضية للوقوع الذي كان حاضرا في اللقطة الماضية. تخوف يا جماعة، خلاص خلاص خلاص، نلعب كرتنا، نلعب للأمام، صورة أفضل كما كنا وكما كنا في دقائق ماضية. قرار اتخذ من حكم اللقاء بوجود حالة تسلل على المويز علي في لقطة ربما كانت صعبة بعض الشيء، في لقطة صعبة بعض الشيء، لكن فضل لدى المنتخب الهندي الذي الآن يتناقل الكرة عناصر مجهود وفي عمل وفي تمريرة حرام. الكرة الآن حاضرة بالوساط لدى المنتخب الهندي. ساعة كاملة، ساعة كاملة من اللعب، ساعة كاملة من اللعب. النبي يتقدم بهدفين، الأول مصطفى، الثاني المعز. الكرة الآن والتمريرة والمحاولة بعد ذلك الأكسي لعله يكون في آخر مباريات رسمية قبل خوض غمار البطولة الآسيوية كأس أمم آسيا. هو حامل للقبها وهو المتوج بلقبها في كرة لدى يوسف عبد الرزاق. ابعد شوي يا أكرم، ابعد شوي يا أكرم، هكذا لسان الحال يوسف عبد الرزاق. لكن عادت مرة أخرى، واصل المعز والمهارة، المعز والمرور، المعز والتمرير، وصلت عند مين؟ يلا هيدوس سدد، بعد ذلك اصطدت، عادت مرة أخرى فتحي من أجل كرة هدف مع الوهلة الأولى، مع الجولتين الأولى. كارلوس كيرش ربما في تعليمات يطالب يوسف عبد الرزاق بالوقوف بالعودة وبمحاولة أيضا تكرار المحاولة للتقدم. كرة تقرأ أيضا من جانب هيرالتي، يحاول عناصر المنتخب الهندي إخراج كرة من الخلف، لكن أيضا كرة الآن كلام كبير. أرسن فينجر بالأمس قال كلام كبير، قال الهند تمتلك منجم ذهب من المواهب الكروية، هكذا يقول. أول دقائق شوط اللقاء الثاني، الوقت اللي قدامه ما يكون في ارتباك، ما رتب الفريق اللي أمامك صفوفه، حاول أن تستغل ذلك الارتباك. نابي
الكرة بالخلف، خوخي بوعلام يلعب نقلة أمامية، كرة تعود من جانب المنتخب الهندي، خطيرة بعض الشيء، وسيكون أقل من نظير الشوط اللقاء الأول على صعيد الأداء، على صعيد اللعب. اللقاء الثاني عموما محاولة تمرير في وسط الملعب، همام يبحث عن التقدم، بعد ذلك أيضا عائد الكرة المحاولة تمريرها التقدم مرة أخرى لدى المنتخب الهندي الذي لا يزال العناصر يحاولون على أقل تقدير إحراز هدف تقليص الفارق. محاولة لكرة عكسية.